قال قبل شوي قلت انا اعتبره شاعر تكفيني عن شيء كثير. انا ادري في هذه الاجابات اللي انت تتكلم عنها. طيب انت كونك بس انت مطلع على الساحه. والله حتى الاطلاع على الساحه ترى مهم مره، يعني احيانا تجيبك الصدفه، احيانا يجيبك مجلس تجتمع فيه مع بعض الشباب الشعراء وتسمع الجديد، احيانا تقلب بتويتر، لو ان تويتر صار يعني يقتل انت بيتين بيتين ووقف بيتين ووقف، عرفت يعني؟ الحين كان الشاعر تلقى لها 100 قصيدة وأربع أبيات يتيمة، الآن لا 200 بيت يتيم وأربع قصائد، عرفت؟ بسبب تويتر. طيب ما تحس إن اللي هي التغريدات، ما تحس إن التغريدات عبد الله إحنا ما لها دخل في حصر الشاعر، يعني في بس بيتين علشان عدد الكلمات عشان تنزل التغريدة، ما تحس إن هذا الشيء ممكن إنه يجمع مثلا فكرة القصيدة كاملة في بيتين؟ ممكن هذه تعسف مخيلة الشاعر في انه يستخلص القصيدة في بيتين. هذا اللي انا اقول لك، يعني راحت القصيدة بسبب تويتر. انت احيانا تكتب الموقف واول منبر تطلع فيه غالبا تويتر، يعني خلنا نتكلم عن فوز السعودية والارجنتين. طيب كم واحد غرد بيتين؟ بيتين صح. المناسبة الان والمنبر تويتر، بتسوي 20 بيت انت؟ وين تقدمها؟ تبي تقدمها بعد 4 شهور؟ صح كلامك، بعد 4 شهور ما عاد فيه مناسبة، فمناسبتك تويتر بالضبط. تويتر ما يستوعب أكثر من 3 أبيات حالاتها في وقتها على ما قيل، فتنزلها 3 أبيات، طالع الحصاد اللي عندك 3 أبيات 3 أبيات 4 أبيات 3 أبيات، قطة يعني ما هو شيء. طيب عبد الله، كانت لك عدة مواقف يمكن في فترة كورونا. فترة كورونا كان لك موقف أثناء الحظر.